السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة، وهذا من السنة وليس من الواجبات، الظهر في وقته قصرا، والعصر في وقته قصرا، والمغرب في وقته تاما 3 ركعات، والعشاء في وقتها قصرا، ثم يبيتون إلى صبيحة يوم 9 وهو يوم عرفة، من أجل الأيام التي طلعت عليها الشمس، فيصلون الفجر في يوم عرفة، في يوم 9 في منن، يصلون يوم الفجر يوم 9 في منن، ثم تتجه جموعهم المباركة إلى عرفات. وإن شاء الله لنا وقفة مع أعمال عرفات بعد إن شاء الله تعالى. أما عمل غد إن شاء الله يوم التروية، يسن الآتي: الذهاب إلى منن وصلاة الظهر فيها قصرا في وقته، والعصر قصرا في وقته، والمغرب تاما في وقته، والعشاء قصرا في وقتها، والفجر يوم 9 يصلى في منن، ثم بعد ذلك تتجه الجموع الزاحفة المبتغية وجه ربها الأعلى إلى عرفات. في كل ذلك مهللين ومكبرين، مهللين ومكبرين وملبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، رافعي الأصوات بالتلبية، رافعي الأصوات بالتلبية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رجالا ونساء، المرأة تلبي رافعة صوتها في وسط النساء، أما في حضور الرجال فمن العلماء من يرى لها الإصرار. أما عائشة فكانت ترفع صوتها بالتلبية، فقيل لها: إن معاوية تستنكر ذلك، فقالت: أما إنه لو سألني لأخبرته، لو سألني لأخبرته، يعني أخبرته بالسنة في هذا. الشاهد أن خروج من الاختلافات النسوة فيما بينهن يرفعن أصواتهن بالتلبية وبالتهليل والتكبير فيما بينهن. إذا حضرت الرجال خروج من الخلافات يسررن بالتلبية، وإن كبرن رافعات الأصوات كما فعلت أمنا الكريمة عائشة رضي الله عنها. فلذلك وجه فقهي. كل هذا الذي ذكر من الذهاب إلى منن يوم التروية والمبيت فيها لليلة 9 هو سنة من سنن الحج، ليس من الواجبات وليس من الأركان. إن فعل ذلك يثاب، إن لم يفعل ذلك فحجه صحيح ولا دم عليه. وقد يضطر أناس للذهاب إلى عرفات دون الذهاب إلى منن لكثرة الزحام هنالك، أو لعدم وجود أماكن هنالك لهم، أو لغير ذلك من الأعذار، فلا شيء عليهم حينئذ، لا دم ولا شيء. ألا وليكثر الناس من تكبير الله وحمده ومن التلبية وشكر الله على ما من عليهم به من هذه النعم العظيمة التي حرمها آخرون. فكم من شخص يريد الحج ولكن قدر الله عليه أن يحرم من الحج، فنسأل الله أن يتمم علينا وعليكم الحج بسلام وبأمان إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن ربي لسميع الدعاء. أولا أيها الإخوة، على الحجيج أن يسألوا ربهم أن يتمم عليهم أعمال حجهم على خير، هذا مطلب. فالذي ييسر الأمور هو الله، الذي ييسر الأمور هو الله، فعليك أن تسأل الله أن يتمم عليك الحج بخير وبأمان. قد يسلم الناس كلهم وتبتلى، قد يبتلى الناس كلهم وتسلم. فعليكم بدعاء الله معشر الحجيج أن يتمم الله عز وجل عليكم حجكم، عليكم بدعوات الصالحين والأنبياء كدعوة نوح عليه السلام إذ دعا فقال كما أمره الله، قال
الله له: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذه دعوة طيبة يستحب الدعاء بها تأسيا بنوح، فنوح عليه السلام من الأنبياء الذين قال الله بعد ذكرهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فقد يتيسر لك منزل مبارك في عرفات، سهل مريح، جانب حمامات، في مكان آمن تستطيع أن تدعو ربك عز وجل فيه، تستطيع أن تقضي حاجتك فيه، تستطيع أن تخلو مع ربك فيه، تناجي ربك سبحانه. قل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ييسر الله لك منزلا طيبا في مزدلفة، فأنت لا تدري، في مزدلفة أحيانا سيارات الشرطة، امشي وهم معذورون، لأن الطرق إذا حصل فيها أتوبيس واحد تعطل ممكن الدنيا تتعطل. فاسأل الله أن ينزل لك، أن يهيئ لك من أمرك مرفقا، يهيئ لك من أمرك مرفقا ترتفق فيه وتستريح فيه. اسأل الله ذلك، أن ينزلك خيرا، خير المنازل. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لا تنسى هذه الدعوة، لا تنسى هذه الدعوة، ولا تنسى التعوذات أيضا: أعوذ بك يا رب من طوارق الليل والنهار، إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اسأل الله عز وجل أن يعيذك من طوارق الليل والنهار، إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. فدوما نلازم دعاء ربنا سبحانه وتعالى في كل وقت وكل حين. قل: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اسأل الله أن يحفظك، وأن ينزلك منازل كريمة، وأن يسلمك، وأن ينجيك في حجك. الحج كما لا يخفى عليكم موسم، والموسم الأمور فيه لا تكاد تملك أمر نفسك. فاسأل الله سبحانه وتعالى، وقل ما علمه الرسول عليه السلام لفاطمة: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اسأل الله أن يصلح لك شأنك كله، وأن ينزلك منزلا مباركا، فهو سبحانه وتعالى خير المنزلين، وأن يعيذك من طوارق الليل والنهار، إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. وأن لا يبدل نعمه عليك إلى نقم، وأن لا يبدل فرحك إلى ابتلاء وحزن. اسأل الله دائما ذلك، واسأل الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذه دعوات الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذه دعوة سليمان أيضا: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالدعوات تلازموها. سيدنا موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب، خرج من مصر خائفا يترقب، لما كان قتل نفسا وأتاه الرجل الصالح: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فالشاهد اسمع ما ذكر الله في شأن موسى: فخرج منها خائفا يترقب، يقول: رب نجيني من القوم الظالمين. لما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. في كل خطواته سؤال ودعاء، سؤال ودعاء. فأكثروا من دعاء الله في كل خطواتكم. اسألوا الله أن يسلمكم، اسألوا الله أن يحفظكم من الحوادث، من المصائب، من البلايا، من كل شيء. اجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء، ولا تغفلوا أبدا عن دعاء الله سبحانه وتعالى أن يسلمكم وأن يحفظكم. ولا تكثروا من الضحك، لا تكثروا من الضحك ولا من اللغو، فالمواطن ليست مواطن ضحك،
ولا نكت ولا تهريج، مواطن مواطن إخبات وإنابة إلى الله، قال تعالى في آيات الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فهنيئا لكم، ثم هنيئا لكم بأن بلغكم الله عز وجل هذه الأماكن الطيبة وهذه الليالي الطيبة. هنيئا لصائمكم، هنيئا لحاجكم ومعتمريكم، هنيئا لمنفقكم، هنيئا للمضحي، هنيئا للباذل من ماله في طاعة الله، هنيئا لأصحاب النوايا الحسنة الذين لا يجدون ما ينفقون، لكن يعلم الله من قلوبهم، يعلم الله من قلوبهم أنهم يحبون الله ورسوله، يعلم الله من قلوبهم أنهم يريدون الحج وحيل بينهم وبين الحج، هنيئا لهم. فربنا قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذا كان ثم شخص قد ابتلي بالحرمان من الحج، لكن ربي يعلم من قلبه أنه محب للحج وراغب فيه، فربنا يثيبه، قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. أدعوا ربكم بخير الدنيا والآخرة هذا، ونسأل الله القبول لنا ولكم. ومعنا بعض الأسئلة التي منها أسئلة في مسائل أسئلة نازلة، يعني لم تكن صورتها بالتوصيف الذي هي عليه الآن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأسئلة أخرى كانت على عهد الرسول وغيرها. فلنستمع إلى أسئلة إخواننا حفظهم الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول: جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع هل يجوز؟ كثيرا ما يكثر السؤال عن جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لا يأس بذلك، لأن النبي قال: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فإذا طفت الإفاضة وكان آخر عهد بالبيت لا بأس بذلك، لكن يعلم الجميع أن من طاف طوافين ليس في الأجر كمن طاف طوافا واحدا، فهذه عبادة. من صلى ركعتين ليس كمن صلى ركعتين ثم ركعتين، فهذا وإن كان مجزئا إلا أن الأفضل أن تطوف هذا في حينه وذاك في حينه. أما صاحب العذر أو غير صاحب العذر، إن أراد أن يؤخره أخره ولا شيء عليه، والله أعلم. الفرق بين التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، ما الفرق بين التحلل الأصغر والتحلل الأكبر؟ فرق بينهما من ناحيتين. الناحية الأولى: ما الذي يتم به التحلل الأصغر وما الذي يتم به التحلل الأكبر؟ ثانيا: المباحات بالتحلل الأصغر والمباحات بالتحلل الأكبر. أما الذي يتم به التحلل الأصغر بأن ترمي جمرة العقبة، ضم بعض العلماء إليها شيئا آخر، وهو فعل اثنين من ثلاث: رمي الجمرة والحلق، أو رمي الجمرة والنحر، أو رمي أو الحلق مع النحر، اثنين من هذه الثلاثة. كمستند لا أعلم مستند يلزم بالاثنين مع الثلاثة صريحا، وقد ورد في الباب حديث في سند بعض المقال، لكن عليه عمل بعض أهل الحديث: إن هذا يوم، يعني يوم النحر، أحل لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، كل شيء حرم عليكم إلا النساء. فإذا طفتم طواف الإفاضة فقد حل لكم كل شيء حتى النساء. فالتحلل الأصغر يتم برمي الجمرة عند فريق، ورمي الجمرة والحلق عند فريق آخر من العلماء، ورمي الجمرة مع النحر أو النحر مع الحلق، فعل اثنين ثلاثة أخرج من الخلاف. بعد ذلك تلبس ملابسك كما شئت وتتطيب كما شئت، يحرم عليك جماع النساء. فالتحلل الأصغر يحل لك كل شيء معه إلا النساء. فبعد رمي الجمرة ممكن تنزع ملابسك، ملابس الأحرام، وتلبس ثيابك، وتذهب تطوف طواف الإفاضة بثيابك هذه. إذا طفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء حتى النساء. فالطواف التحلل الأكبر يبيح لك
كل شيء حرم عليك، خلاص انتهى الحج تماما، كل شيء كان حرم عليك بسبب الإحرام أصبح حلالا لك. لكن التحلل الأصغر يبيح لك كل شيء، لبس المخيط والطيب وقص الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط، كل شيء يحل لك إلا فقط جماع النساء لا يتم لك إلا بالتحلل الأكبر بطواف الإفاضة، والله أعلم. صيام المتمتع الذي لم يجد هدي. المتمتع الذي لم يجد هديا يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ال3 أيام في الحج ما بينت في حديث رسول الله يوم كم وكم، لكن قال تعالى في الحج فمنذ بداية الحج إلى نهايته لك أن تصوم. ممكن تصومها في أول ذي الحجة، في وسط ذي الحجة، من أول ما أهللت في نصف ذي القعدة، في شوال، ما دمت أهللت في سنة الحج تصومها. ولك أن تصوم يوم 6 و7 و8، ولك أن تصوم يوم عرفة إذا كان عليك صوم لهذه الثلاث، يعني صوم يوم عرفة الأفضل لغير ذوي الحاجات أن يفطره، فالرسول أفطر في يوم عرفة لكن لم ينهى عن صيامه، يعني الرسول عليه السلام أفطر يوم عرفة، ناولته أم الفضل كأسا من لبن أو من نافع فشربه على الناقة ليبين للناس أنه مفطر حتى يقوى على الطاعة والعبادة. لكن هب أن الشخص صام يوم عرفة، قد كان ابن الزبير يأخذ نفسه بالشدة ويصومه، وأرضى عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما. فإن صمته لأن عليك 3 أيام في الحج لا بأس، إن أفطرته هو الأسن، لك أن تصوم أيام التشريق وهي مستثناة في حقك كرجل متمتع لم يجد هديا، وإلا فإذا لم يكن عليك أيام صيام فلا تصام أيام التشريق، يحرم صومها إلا للحاج الذي لم يجد هديا هو متمتع، لقول الرسول عليه السلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، والله أعلم. أحيانا شخص متعجل مثلا أو متأخر عليه صيام 3 أيام في الحج نتيجة عدم وجود الهدي، فكان آخرها يوم تعجله أو يوم تأخره يوم 12 مثلا، وهو صار نوى الصيام لكن بدأ له أن يسافر، فنوى الصيام وجلس ورمى الجمرة في يوم 12 ولن يتأتى له الفطر وقت المغرب إلا هو في الطريق خارج مكة، إن شاء الله محسوبة له لأنه بدأ نوى في ثنايا الحج، كالذي مثلا قادم إلى مكة العمرة في آخر رمضان فأهل بالعمرة في آخر يوم من رمضان، وعندما قدم إلى مكة طاف وخرج آخر يوم من رمضان، يكملها ومحسوبة له في رمضان إن شاء الله. شيخنا، التوكيل في الذبح في الهدي هذا أمر لابد من توضيحه، وما الذي يستوجب على الواكل أو الذي يوكل آخر أن يذبح؟ يعني أولا عن شرعية التوكيل في ذبح الأضاحي هي مسنونة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر بيده 63 بدنة، يطعن في اللبات نحر 63 بدنة بيده، وأعطى عليا فنحر ما غبر، علي كان قادم ببدن النبي عليه السلام من اليمن، فالرسول وكل عليا وأمر عليا بنحر ما غبر ما بقي، فنحر علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 37 بدنة، فكان إجمالي ما نحر الرسول وما نحر له 100 من البدن، فأخذنا جواز التوكيل من هذا. أمر النبي بقطعة لحم من كل بدنة فوضعت في قدر وطبخت، وأكل من لحمها وشرب من مرقها عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، فهذا دليل على جواز الوكالة. لكن الآن الوكلاء الأمناء قليلون، فلذا يلزمك أن تختار وكيلا أمينا، الوكالة مطلوبة، لأن ممكن توكل شخص ولا يقوم بالتنفيذ، ممكن توكل بنك أي شيء ولا يقوم على الوجه الأكمل، الوكيل لازم يكون أمين ويكون فقيه، بمعنى أنه من أمانته
ان طبعا هو سيربح، هو سيربح خاصه اذا كان من التجار. اما التوكيل باجره انك تجيب الذبيحه وتعطيها له وتقول لك 100 ريال على الذبحه و200 ريال ما فيها مشكله، لكن احيانا واحد يوكل شخصا بائعا فيوكله في الشراء له، فهو البائع وهو المشتري، في يعني هو البائع، فيحصل خلل في هذا الباب لا ينجو منه الا الاتقياء. فافترض انك توكل شخصا ممكن يكون جايب الذبيحه ب 100 ريال مثلا ويبيعها لك ب 300 ريال ب 400 ريال ويقول لك حلال، فلازم تنتقي الطيبين، تنتقي الطيبين، لا تسترخص. ممكن واحد ولا تحزن، واحد يقول لك على سبيل المثال انا جبت الذبيحه وكلت واحد ب 200 ريال وانت وكلت واحد ب 400 ريال وواحد وكل واحد ب 600 ريال، فتشعر بالاسف اذ هذا اشترى ب 200. اعلم انك لن تبخس حقك عند الله، ولكن تحرى. والذبائح طبعا كما هو معلوم الايام الشيخ محمود تعرف ان الذبائح متنوعه متفاوته الاسعار، فمثلا التيس السوداني مثلا ب 400 ريال، الجدي السوداني تجد مثلا هنا شيء اسمه الحري، خرفان اسمه خرفان حري مثلا تتعدى ال 1000 ريال، في شيء اسمه النعيمي يصل الى 2000 ريال احيانا. فكل منفق له اجره، لكن كل ما هنالك تتحرى الامناء في هذا العمل. ما هناك مانع يقول انا اريد اجرتي 200 ريال ماشي، لكن كن امينا، كن امينا في الذبح، تذبح شيء جيد، وكن امينا في التوزيع، يعني يذبح ويوزع اللحوم على مستحقيها، لا يذبح ويرميها، يذبح ويوزع اللحوم على مستحقيها. وان اتاك بشيء من اللحم مطهيا او نيئا لكان حسنا ان فعل ذلك، لان الله قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، كلوا منها واطعموا القانع والمعتر، فلو اتاك بشيء لكان حسنا. فالحكم هو الامانه، ولذلك فينا نذكر الوكلاء في الذبح والبنوك وغير البنوك ان يتقوا الله ويراقبوه، لان طبعا البنوك تربح ارباحا عظيمه والوكلاء يربحون ارباحا عظيمه، لانك توكلهم في البيع وفي الذبح، فيشترون من انفسهم. يعني مثلا اي هيئه تشتري مثلا او اشتري مثلا 500,000 راس، 500,000 كبش او اشتريها بسعر جيد، وبعدها يفرض عليك السعر وانت لا تعرف شيئا. فالوكيل هو الله، فنذكرهم بمراقبة الله وبتقوى الله في هذه الاشياء. فمنهم من هو امين وتقي ويخاف الله سبحانه وتعالى، امين وتقي ويخشى الله سبحانه. فمثل هذا وكله وقل له اذا سالني ربي سأقول يا رب وكلت عبدك، سأله يا رب أنا أعطيته المبلغ من خالص مالي ومن كدي ومن تعبي، وهو سأله يا ربي ماذا صنع فيه، سأله يا ربي ماذا صنع، فيسأله رب، خوفه بالله وذكره بتقوى الله. لكن هناك من يشتري الذبائح ويقول لك أنا ذبحت لك، وهو لم يذبح من الأصل يعني، لا، وآخر يساومك في هذه الحالة شيخنا لا، أنت ليس عليك ذنب، ليس عليك، أنت سلمت الفلوس والله الوكيل هو الذي سيتحمل إثم ذلك. أنت عليك أن تتحرى الصالحين قدر جهتك وقدر استطاعتك، تتحرى أهل الفضل، تتحرى أهل الصلاح، منهم من هو وفي وكريم، وهناك منهم من هو خائن، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني يكفي مكسب 50 ريال في الرأس، 100 ريال في الرأس، لكن في جشعون لا يرضى بمثل 100 ريال في الراس ولا يرضى ب 200 ريال اذا كان امينا، وفي من لا يذبح لك من الاصل وهذا سيتحمل اثم نفسه. وبعد الذي يذبح هذا لا يترك الذبيحة ترمى، او بعضهم يذبح ويذهب يبيع الذبيحه للجزارين، فترى الجزارين يشترون الذبيحه ب 50 ريال، 50 ريال ب 60 ريال، وهي ذبيحه تساوي 1000 ريال، ويبدأ يبيعها للناس ويقطعها للناس. فأقول لك انتقي الوكيل الأمين، انتقي الوكيل، ولا تحزن إذا قال لك واحد أنا جبت ذبيحة ب 300 ده فلان يبيعها ب 200، في ب 200 وفي ب 2000 وفي على حسب الحالة التي تريدها أنت.
فلازم يكون الذابح امينا، الوكيل امينا، لا يعطى الجازر منها شيء كما بين الرسول عليه الصلاه والسلام. الاضطرار لعدم المبيت في مزدلفه ما حكمه؟ السنه ان يبيت الحجيج في مزدلفه، الا ان الرسول عليه السلام رخص للظاني، للنساء وللضعفه، وللضعفه في الانصراف بعد قضاء شطر من الليل. رخص لأسماء، ورخص لسودة بنت زمعة وكانت امرأة صابطة، رخص لعدد من النساء والصبيان والضعف عموما بالانصراف بعد مضي جزء من الليل. ما هذا الجزء؟ أسماء كانت ترى غياب القمر، فقالت، كانت تقول: يا بني انظر هل غاب القمر؟ إذا غاب القمر دفعت من مزدلفة ووصلت إلى منى وصلت ورمت الجمرة ثم صلت الفجر. يعني أسماء رمت ثم صلت الفجر بعد رمي الجمرة، أسماء رضي الله تعالى عنها. وقالت: إن الرسول أذن لنا في ذلك عليه الصلاة والسلام. فأحيانا طبعا في حديث عن رسول الله أنه قدم الضعف من أهل بيته في عبد الله بن عباس، قال: يا بني، أي بني، لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. لو ثبت لكان الجواب فيه أن الرسول اختار لأهل بيته الأفضل، لكن عموما رخص النبي للضعفة، ومن يصاحبون الضعف يأخذون حكمهم. يعني افترض ان معك نساء ومعك ضعفة، واذا بقيت في منى صادعون اذا تقدموك، فتأخذ حكم الضعف الذين هم معك، تأخذ حكم الضعف. من صاحب اصحاب العذار اخذ حكمهم، واخذ هذا الحكم لان رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مريضا فذهب اليه قوم في مرضه، هذا في غير الحج، فحضرت الصلاة فصلى بهم في بيته. يعني ما تركوا الرسول وذهبوا إلى المسجد، بل صلى بهم في بيته. فهذا دليل لمن قال إن من يصاحب أصحاب الأعذار يأخذ حكمهم. فعليك حينئذ بالترخيص. عائشة رضي الله عنها لم تقبل الرخصة أن تنصرف مع النساء، فأنت تقول: أنا قوية، أنا قوية. بعد مدة، بعد ما رأت الزحام والشدة، قالت: والله لو كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أحب إلي من مفروح به. تقول نادمة على أنها لم تسلك مسلك الصحابة، قبلوا رخصة رسول الله ودفعنا من مزدلفة إلى منى بعد مضي شطر من الليل، وكانت تقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله، ولو قبلتها لكان أحب لي من مفروح به. فهناك تقديم رمي الجمرات لمنتصف الليل اليوم الثاني من أيام التشريق. تقديم اللي يحصل، قال الله سبحانه أولا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. السنة في التعجل في يومين أن ترمي الجمرات الثلاث، الصغرى، الوسطى، الكبرى، بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس، ثم تنصرف يوم 12 بعد زوال الشمس تكون متعجلا. إذا تأخرت تتأخر يوم 13 وترمي الجمرات الثلاث بعد الزوال تكون متأخرا. هذا جائز وهذا جائز. أحيانا أشخاص عندهم ضرورات هذه الأيام، وهذا من النوازل، يعني الطيران حاجز طائرة على يوم 12 مثلا الساعة 10 ليلا، فهذا إن رمى الجمرات بعد الزوال وذهب لطواف الوداع فقد يكون شاقا عليه أن ينهي طواف الوداع، خاصة مع الازدحام الشديد جدا، خاصة في هذه السنة في المواصلات المؤدية للحرم والقريبة من الحرم، فقد يصعب عليه الذهاب إلى الحرم مع طواف الإفاضة، مع طواف الوداع، ويشق عليه ذلك، ولا يجد أيضا مواصلات ميسرة للوصول إلى المطار مع زحام المطار والإلزام بتواجدك قبل الطيار بأربع ساعات خمس ساعات حتى يتسنى لك مع الزحام الشديد أن تسافر. فمثل هذا قد يرخص له بالرمي قبل الزوال، بالرمي قبل الزوال. ومستند القائلين بالرمي، طبعا نحن نعرف أن الصحابة كانوا يتحينون وقت الزوال،
ينظرون الى الشمس اذا لا ترمي. وكان هنا في المملكه العربيه السعوديه الى عهد قريب يضعون حواجز تمنع الناس من الرمي قبل الزوال. يضعون حواجز وعسكر تمنع الناس من الرمي قبل الزوال. لكن لكثره اعداد الاموات التي حدثت فكنا كل سنه ننظر كم مات السنه دي عند الجمرات. كم مات كل سنه نرقب عدد الموتى حتى جاء سنه مات فيها 400 شخص عند جمره العقبه. فاضطروا الى ان يفتحوا الباب وياخذوا ببعض اراء الفقهاء القائلين بجواز الرمي قبل الزوال كالاحناف. الاحناف يستدلون بالناس ما رمي الجمرات ايام التشريق واليوم عندهم يبدا من الفجر. فهذا ترخيص للاضطرار. لكن الاشكاليه التي تحدث وهذا الخطا ان عموم المخيمات خاصة الوافدة إلى المملكة ينقضون المخيم تقريبا الساعة 12 ليلا ليلة يوم 12، فيأمرون الحجيج بالذهاب إلى بعد الساعة 12 ليلا الاتجاه إلى الجمرات ويفرغون المخيمات تقريبا، لا يبقى إلا ملازمة قوية للسنة، فيجعلون الناس يرمون بعد الساعة 12 ليلا ويقول نحن متعجلون. ما تعجلت لا في يوم لا في يومين ولا في ثلاث. فهذا خطأ شديد. إن اضطررت اذهب للجمرات معهم، ولكن انتظر الفجر حتى ترمي على الأقل بعد الفجر، وإن كان المسنون الرمي بعد الزوال. لكن أحيانا الناس يجهلون وليس عندهم معرفة بالطرق، ولا تعرف المرأة تبقى في المخيم وبعدها تنصرف إلى الجمرات، ما تعرف حتى محرمها تخفى عليه الأمور ولا يعرف كيف يمشي ولا كيف يسير ولا كيف يتوجه من منى بعد رمي الجمرة إلى مكانه في الفندق. الناس مساكين في هذا الصدد. فيعني إن كان لزاما وخرجت من المخيم تصر على صاحب المخيم أننا لن نرمي إلا على الأقل بعد الفجر، وإلا فالمسنون بعد الزوال والله أعلم. يقول نسي الإهلال بالحج حتى وصل مطار جدة. نسي الإهلال بالحج إن نسي فكالذي ينسى الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليهل إذا ذكر ليهل إذا ذكر. وبعض الفقهاء يقولون ترجع إلى الميقات وبعدها تهل منه، لكن قد يشق على الشخص ذلك. فنقول كما قال الرسول عليه السلام في شأن أهل النسيان، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأهل الإيمان يقول لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. وثمة حديث سنده ضعيف لكن يصح لشواهده إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه والله أعلم. عليه صيام 3 أيام لعدم وجود الدم، فصام اليوم الثالث وسيدرك الإفطار في المطار. أجبنا على هذا. تغيير النية من الإفراد للتمتع ومن التمتع للإفراد. تغيير النية من التمتع من الإفراد للتمتع، يعني واحد اعتمر هو ناوي المفرد أو قرن ولم يسق الهدي، الرسول عليه السلام أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة. فتغيير العمرة من إفراد إلى عمرة إلى تمتع جائز بالنص. ومن تمتع لإفراد لعذر جائز أيضا، لعذر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة كانت أهلت بعمرة على أساس ستكون متمتعة وقارنة أهلت بعمرة، فحاضت قبل أن تطوف طواف العمرة، فدخل عليها وقت الحج وهي لم تعتمر. فسألت النبي ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فقال الوقت خلاص قفز، يعني ما لن تتمكن من الطواف إلا والحج دخل. قال ارفضي أمرتك وأهلي بالحج. فقالت لبيك حجا، يعني قلبت العمرة إلى حج. في بعض الروايات، طبعا روايات في هذا الباب كثيرة، طوفك يسعك الحج وعمرتك، لكن ك
كلام عائشة في النهاية: يا رسول الله، كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة، وأرجع بحجة فقط. قال: اذهب بها يا عبد الرحمن فأمرها من التنعيم. نعم، ذبح. أنت فهمت الجواب؟ نعم. أيها السائل، نعم، فهمت الجواب؟ نعم. إذن يجوز التغيير لعلة. نعم. العلة اللي موجودة الأيام هذه مثلا، والكلام صريح يعني، لكن أصبحت أمورا لازمة ويلزم الكلام فيها، إن شخص مثلا هل بالعمرة وجاء وقالوا له هناك تبصيمات عند العمر خالف الحج بدون تصريح. طب الحج بدون تصريح له حكم شرعي ليس هذا مقام بيانه، لكن قالوا له في تبصيمات عند الحرم وتمنع 10 سنوات من الدخول، فخاف وقال: طيب أنا هلت بعمرة ولن أستطيع أن آتي بها للخطر الذي يحدق بي. فسنقول له: إذا دخل الحج تهل بالحج على عمرتك كما أهلت عائشة العذري، والله أعلم. ذبح كفارة للمخيط يأكل منها أم للفقراء فقط؟ لا، كفارات الحج لا تأكل منها أنت. كفارات الحج، دماء الكفارات، نتيجة ترك الواجبات مثلا، لا تأكل منها، إنما تأكل من دماء التمتع، تأكل من دماء الأضاحي، أما الكفارات لا تأكل أنت منها. هل الوقوف بعرفات يجزئه أي وقت، أي قدر من الوقت، ليلا ونهارا يوم التاسع؟ نعم، الوقوف في عرفات يجزئك في أي ساعة من ليل أو نهار، لأن عروة بن مدرس أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في مزدلفة بعد صلاة الفجر، فقال: يا رسول الله، أتيتك من بلاد بعيدة، من بلاد طيء، أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، وما تركت حبلا إلا وقفت عليه من شدة التعب، كل جبل أرتاح. فأدركت عشية عرفات، يعني أدركت العشاء في عرفات، ووصلت إلى هنا يا رسول الله معكم في صلاة الفجر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث ذو أهمية قصوى في أبواب الحج: من صلى معنا الغداة بجمع، وجمع هي اسم لمزدلفة، اسمها مزدلفة واسمها المشعر الحرام واسمها جمع، من صلى معنا الغداة بجمع وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات، فقد قضى تفثه وأتم حجه. والحمد لله على هذا الخبر. متى يتم التلبية بالحج للمتمتع؟ متى يهل المتمتع بالحج بعد أن تمتع؟ يهل يوم الثامن، إن استطاع إلى ذلك سبيل يهل، أو يهل وهو متجه إلى عرفات. هل الساكن بالعزيزية يوم الثامن يقصر الظهر والعصر؟ يقصر الظهر والعصر. نعم، إذا صليت يا مسافر، يا حاج يا مسافر، منفردا تقصر، إن صليت مؤتما تصلي بصلاة إمامك. قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا فرادى صلينا ركعتين ونحن في السفر، وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، إذا أنت يا مسافر صليت خلف مقيم تتم، إذا صليت خلف مسافر تقصر، صليت منفردا تقصر. هذه السنة، خلافا لابن حزم الظاهري الذي حاصل رأيه أنك تصلي ركعتين وتفارق إمامك. لا، يقول: ليس له سكن في منى، فهل المبيت في العزيزية؟ ما هو إذا أنت الآن ليس لك في منى موطن تنام فيه، وحتى إذا كنت حاجز رسمي أحيانا، إذا كنت في مجموعتها ترى أن مخيمك موضوع في مزدلفة، أو في مجموعة دال أيضا بعضه في مزدلفة، فماذا تصنع؟ ليس لك مكان وأنت حاجز رسمي وليس لك مكان في منى، فيجوز حينئذ أن تبقى في خارج منى للاضطرار، سواء بقيت في العزيزية سواء بقيت في المزدلفة، والله أعلم.
جزاك الله خيرا شيخنا بارك القادر، الله وبارك فيكم، الله فيك ونفع واسال بك. الله القبول. امين يا نسال رب. الله ان امين يسر لنا ولكم امين الحج امين وسبل الحج، امين اللهم امين، امين ان يتمم علينا وعليكم وعلى المسلمين امين والمسلمات امين الحج بسلام وامان، امين وان يحفظ هذه البلاد امين واهلها، وان امين يحفظ حملات الحجيج امين ويردهم الى اهاليهم جميعا سالمين امنين غانمين يا رب العالمين. امين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا آمين يا رب العالمين، ويسر آمين لنا أمرنا آمين. اللهم يسر لنا أمرنا وأعذنا آمين من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطيق بخير يا رحمن. آمين. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ.